في خطوة ما نحكيوش كان على الحاجات اللي تعجب، ساعات نحكيو على الحاجات اللي توجع، نحكيو على الحاجات اللي تقلق، نحكيو على المشاكل. ما نخافوش باش نقولوا الأمور بوضوح، ما نخافوش باش ساعات نوجهوا الإصبع، ليه مش بتاع الاتهام، الإصبع متاع باش نقولوا راك تشارك معايا راه فما مشكلة للشخص ولا للإدارة ولا للهيئة اللي هي مقلقتنا في حاجة من الحاجات. خاطر نمن بحاجة الناس الكل تحب تقدم، الناس الكل تحب تعاون ليكو سيستيم هذايا باش يتحسن. في مفاتح الإدارة نقولوا برشا حاجات، في كلمتين خفاف نقولوا برشا حاجات، في كلمتين خفاف ان اكسبير يتكلم ويقول لنا علاش فما حاجه لازمها تتبدل في البلاد وكيفاش فما الحلول باش نجموا نبدلوها. الجمعه هذه كلمتين خفاف مخصصه للبي دي جي نتاع كاب بانك، ان غران غران مسيو. كلمتين خفاف. الو بي دي جي دو كاب بانك هو سي الحبيب الكراولي، معروف بالكدي على خاطر ماهوش مهتم فقط بالبنك نتاعو اللي هو من اكبر البنوك في تونس، دونك سي بنك استثمار. هو البي دي جي دو كاب بانك، مي كيف كيف نائب رئيس مسيري البنوك الافريقيه. وسالناه كيما نسالوا العباد الكل، تو لي اكسبير في كلمتين خفيف كل جمعه، اعطينا فماشي حاجه من الاولويات اللي نجموا نبداو بها باش نبدلوا الامور. الحاجة اللي أنا في نظري يعني مناش قاعدين نعطيها في الاهتمام لازم في تونس هو عملية الاستثمار. يعني هو كأنه احنا نسين اللي الاقتصاد يدور بالاستثمار، أنه يعني مواطن الشغل والقيمة المضافة تخلق بالاستثمار مهما يكون هذا الاستثمار سواء عمومي ولا خاص يعني. وأنا من الناس اللي نعتبر أنه كل مرة نخرج قانون جديد نزيد نعقد به عملية الاستثمار، وبالتالي كان فما عملية اللي يلزم يعني تشد الانتباه نتاع المسؤولين الجديد، هو أنه المتقلع طول الديسبوزيتيف في مخص تشجيع الاستثمار في تونس بون لو سامبليفي. ولدي يهديكم اللي يراو النصوص هذه نتاع مئات الفصول الى اخره راه مش معقول، راه يعني وخاصه انه عندنا اون سبيسياليتي احنا هو لانتربريتاسيون نتاع النصوص هذه. تو كان جينا عندنا لا ميم كومبريونسيون الناس الكل برا سيدي فلهم مع زي ما انت تبدا عندك فهم، الاداره اللي هي طبعا عندها الكلمه الاخيره عندها ديما فهم مخالف يعني تماما. يعني احنا قانون في تونس في نوت كومون نتاع وزاره الماليه تحدد لك لا بورتي نتاع قانون، البانولي لا بورتي نتاع قانون. يعني احنا ناخذ لك مثال علاش ديما انا يعني عندي احتراز وقت اللي نسمع باجراءات جديده ونسمع بمشاريع قوانين جديده، بكل صدق نخاف لانه نعرف اللي بيزيد تعقد الامور. احنا القانون في تونس عندنا تصور ليه خطأ تماما، يعني يزيد يعقد الامور. طيب مثلا كل الاجراءات اللي تم اتخاذها لمعالجة تداعيات الكورونا الى اخره، عندما ننظر الى النتائج نتائج هزيلة جدا، يعني تحط انت الاجراءات الى اخره لكن تجي الهياكل المنفذه سواء من ناحيه الاداره ومن ناحيه البنوك عندها نظره وتصور وتطبيق يعني اجراءات مختلفه الى اخره، تلقى لحد شيء ما تصرف من هذه الموارد اللي هي موجوده. نعطيك مثال بسيط، كل الموارد هذه شريطه يعني البنوك يعني باش تدخل شريطه انه الدوله تعطي الضمانات الى حد يوم الناس هذا. الاتفاقيه اللي هي بين البنوك وبين السوتيغار لم تمضى الى حد يوم الناس هذا. وهذا كلام يوجع برشا يا جماعه، هيك الفلوس اللي سمعنا عليهم الكل، اللي زاد اللي تقالوا باش يتعطاو للشركات وللي بي ام او ولي مونطون اللي سمعنا بهم الكلهم سي دي زيفي دانونس. عملتو التو لتصحت الوثيقه بين السوتيغار والبنوك، دونك ما تعطى حتى فرنك عزين، ما تعطى حتى فرنك. والعبيد راهو كان من الاول خليتهم قتلوا برا اضرب راسك في الحيط، راهو تصرف ولقى حل. من المشكله حلوا ببين كيما يقولوا باب الجنه للناس الكل، فمع عبيد حطت الساق على الساق وقال تاي سي بون انا اموري محميه، خلي اللي عنده كراهه باللي عنده كراوات اللي عنده. فمع عبيد معناها انا نعرفهم عبيد كانوا يخدموا بالباهي فلسوا ليلي شيء إلا لأنه الإجراءات المعقدة وأنه عدم الوضوح هذا خلى الناس هذوما ما همش عارفين وين يمشيوا وكيفاش يعملوا وشنو الديسيزيون صحيحة اللي باش ياخذها. فما شكون عاونك عزام في فترة من حياتك ما غير ما أنت طلبت اسكو خذيت حاجات من عند الدولة ما كنتش تتوقعهم من الأول؟ شكون عاوني راهو سؤال كبير شوي. عينيه راهو خضر عزام ولا وزرقته. سؤال كبير شوي، فما عبيد عاونت ولا تحكي عن المعاونة متاع الدولة؟ الدولة أنا بالنسبة لي الدولة عمرها ما عاونتني في حتى شيء، حتى قرايتي قريت البرة
تاريخ في الصغر معقد ياسر من مشاكل صاروا معناها تابعة للدولة بعيدة معناها خلتني في صغري ما نكونش موجود. حتى كي رجعت رجعت بمحبة كبيرة، حبيت نعمل برشا حاجات، حبيت نكمل قرايتي ما نجمتش نكمل قرايتي. ومن بعد قعدت نتبع في ليزافونتاج، أنا أول إكسبيريونس لي في الانتربرونيريا، مشيت حليت الدفتر نتاع لابي وقلت خنشوف أكثر منطقة مستحقة للدعم خنحل فيها. وإفكتيفمون مشيت حليت في أكثر منطقة مستحقة للدعم، قعدت ناكل في العصا خمسة سنين. جبد على لابي باش نستغل الفرصة وباش نقول لكم لي ستركتور اللي موجودين باش يعاونوا الاستثمار. سي حبيب الكراوي اللي بتبيع مكان الشجم ما يحكيش عليهم خاطر فما مشكلة متاع كويرونس. لا أنا نقول لك فما حاجة زادة كيف كيف اللي هي عرضة، يعني فريمون يعني ان فاكتور دو بلوكاج، هو تعدد الهيئات وتعدد الإدارات وتعدد المصالح اللي مهتمة بنفس الموضوع وما فما حتى تنسيق. يعني ناخذ مثال بسيط، احنا وقت اللي وزارة التنمية في فترة ما راجعت قانون الاستثمار في 2016 زادت عقدت الأمور. النقطة الثانية اللي في نظري هامة جدا زادة كيف كيف أنك خليت تعدد الهيكل، عندنا لابيا لابي في با وزدنا خلقنا تي تونيجيان انفستمنت اوثوريتي اللي كنا فاهمين احنا ان بو شو لو موديل الياباني اللي هي الفا ابسوربي الهيكل هذه الكل. انا عيان دي تو انا عيان في، بالعكس قاعدوا الهيكل هذوكم يخدموا كما هما والمستثمر ما يعرفش يمشي للتي اي يمشي للابي يمشي، يعني ما عرفناش اللي يلزمنا دو لا سامبليفيكاسيون في هذا الشان خاطر زادت عقدت الامور. وكل وزير يجي بطبيعه يزيد اون فادير نيفو اخر. نذكروا بالخير سي ياسين ابراهيم خاطر النيه نتاعو كانت باهيه انه يلم لي ستركتور هذوما الكل ببعضهم باش نخرجوا اون سول ستركتور تتلاها بالناس الكل، تتلاها بالجماعة اللي عندهم مشاريع في الفلاحة، جماعة اللي عندهم مشاريع صناعية، جماعة اللي عندهم مشاريع جايين من برا باش يحطوا فلوس في تونس. لكن اليوم الكل موجودين ببعضهم ويتعايشوا اللي هي حاجة غريبة وغير عادية. فما ستركتور أخرى موجودة وتجعلت باش تعاون خاصة لي زونتربريز انوفونت، لي زونتربريز في المناطق اللي عندهم مشاكل. اسكو عاونتهم اليوم ولا لا؟ نحكي على سي دي سي. أنه نخلقوا مثلاً هيكل كما CDC لا كاس دي ديبوي كونسيليياسيون اللي احنا يعني نقلناها كما هي يعني من 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 بلدان أخرى إلى آخره، اللي تجربة ناجعة pour en dire finalement اللي راهو la réussite est difficilement duplicable. L'échec on peut le dupliquer mais la réussite est difficilement duplicable. نخلقوا الهيكل هذا تعطيه الدولة موارد رهيبة لتشجيع الاستثمار، لتشجيع خاصة في ما يسمى بالمشاريع الكبرى دي لي بروجي ستركتوران الى اخره، وخاصة لتشجيع المؤسسة الصغرى والمتوسطة والباعثين الى اخره. نجي ونلقاو المؤسسة دي مش قائمة بالواجب نتاعها، مش قائمة بالوظيفة الأساسية اللي تخلقت من أجلها، بل بالعكس ولات توا يعني عنصر نتاع تعطيل في العديد من المشاريع. احنا عندنا تجارب مريرة مع ذلك لأنه فما مشاريع اللي هي في مناطق يعني نتاع تنمية جهوية في الغرب نتاع البلاد، ومرات يعني عندنا حالة احنا مثلا في ولاية الكاف نتاع بروموتريس يعني ندام اللي هي عندها مشروع وزيد في الكاف إلى آخره، نلقاو مستثمرين خواص مستعدين باش يدخلوا في هذا المشروع، والمؤسسة العمومية اللي هي السي دي سي ولا مثلا بنك كيما البي ان يرفضوا هذا المشروع. ولماذا يرفضوه؟ راه شيء رهيب يعني في التمشي، يعني يرفضوه يقول لك انه المردودية ضعيف، يعني لو موند لونفير المستثمر الخاص يقبل باش يمشي يعني لانه مؤمن بهذا المشروع، مؤمن بالبعث نتاع المشروع الى اخره، والمؤسسة العمومية اللي هي السي دي سي ولا البي ان الى اخره اللي هما قانونا يعني يلزمهم يعني يشجعوا ويقوموا بجبهم في هذا الشأن يقول لك لا ما ندخلش في المشاريع هذه. يعني ناخذ مثال يعني في فرنسا وقت اللي الرئيس الفرنسي عمل برنامج اللي هو كان برنامج طموح لإنقاذ الاقتصاد لأنه ميزون في الانتيسيباسيون في هذا الشأن، السي دي سي في فرنسا كان عنصر فعال لي طبعا توظيف يعني موارد يعني كبيرة جدا إلى آخره، والموارد اللي وظفها يزون يو أن إفيد ليفيي دو ليفيي، يعني هو كي يحط السي دي سي 10 عنده قدرة باش يلم ويوظف 100، وبالتالي والهدف كان
tout de suite نتجه لفين؟ عندي أنا مشاكل نتاع إنقاذ مؤسسات صغرى ومتوسطة اللي هي تعيش فيها، نمشي مباشرة إلى هذه المؤسسات ونعطي سيولة، لأنها في ظروف الأزمة المؤسسات حاجتها بسيولة. ماناش ناقصين دي زوتي، لي زوتي موجودين، لازم تفعيلهم عزام. السي دي سي اليوم عندها معناها فريمون اون فورس دو فراب، الفلوس موجودين، لكن شيء يوجع القلب كي نسمعوا يدوروا فيهم في البنوك. معناتها هما البنوك ما حبوش يعطيو الا بضمانات للي زونتربرونور. تجي انت باش تعاونهم تعدي الفلوس على البنوك. اللي صاير راهو لهنا قاعدين نزيدوا في العباد اللي بس عليهم، نزيدوا نحسنوا لهم في وضعيتهم، والناس ما تعرفش انه الاقتصاد اليوم في تونس ولا في العالم يعتمد بنسبة كبيرة ياسر على الشركات الصغرى المتوسطة. اليوم راهو مش كيما تسكر شركة كبيرة تخدم في 6000 واحد تأثيرها على الاقتصاد وعلى المنطقة بصفة عامة، كيما تسكر شركة صغيرة فيها زوز ولا ثلاثة خدامة. دونك يبدأ الاقتصاد متاعك يعتمد على المؤسسات الصغرى المتوسطة، هذوكم اللي يلزم أنت تضخ فيهم الفلوس، هذوكم اللي يلزم تصنع لهم برامج وتبسط لهم الإجراءات القانونية كيما كان يحي، باش تنجم تضمن اقتصاد ثابت، تضمن تشغيل، تضمن كل شيء قاعد يتقدم بخطوة رزينة، بخطوة رزينة أما مستمرة وثابتة. دير فما حاجة ما حكيش عليها سي الحبيب، ما كان يجب بطبيعة سي الحبيب كراولي يضيف هذايا، كي جبد على فرنسا ما جبدش على الديسكريميناسيون بوزيتيف، ما هذاك اللي صار في فرنسا، عاونوا مناطق معينة، مشاو لدي سيكتور دينوفاسيون، مش الناس الكل، ما تجمش تعمل حاجة على ذمة العباد الكل بنفس الطريقة، يلزم تكون سبيسيفيك وتعرف وين تضرب بالضبط باش تطلع الايكونومي نتاعك افيك اون ستراتيجي اي اون فيزيون. الوغ نشكرو سي الحبيب كراولي قبل كل شيء، خاصة إلى إيتي تري كلير وصريح في كلامه، ونحبوا العباد اللي صريحين ويقولوا الحقيقة حتى كان توجع في بعض الأحيان. وفيه معاه كما العادة باش نكونوا احنا بوزيتيف، طلبنا منه الحل، كيفاش نجموا نخرجوا من السيتواسيون هذه، كيفاش نجموا نرتقيوا بالاستثمار في تونس. يعني هي قاعدة شاملة في كل الأوضاع، لكن خاصة في ظروف الأزمة الاستثمار العمومي ضروري. احنا شفنا في كل الأزمات من أزمة 2008 إلى أزمة البانديمي دور الدولة كان دور فاعل وناجع في معالجة هذه الأزمات. الاستثمار العمومي ضروري، يبدأ الاستثمار العمومي خاصة باش يعطي يوجه نحو القطاعات ونحو الأهداف خاصة الحكومات إلى آخره، ثم يتبع الاستثمار الخاص، ثم في مرحلة ثالثة يتبع الاستثمار الدولي، يعني الاستثمار المباشر الأجنبي. هذا التمشي السليم. الأزمات فرصة، يعني أنا من الناس اللي نعتبر أنه لا كريس دو بون، أنا من الناس اللي نعتبر أنه ديما الأزمة فرصة، فرصة للتدارك، فرصة للتردد، وفرصة خاصة باش تاخذ قرارات جريئة، لأن الظرف يقتضي أنك تعالج بطريقة مختلفة على الطريقة العادية. أنا من أعتبر أولا أنه الحكومة عندها دور جوهري، نمن أنا بالمثال الإكزومبلاريتي، الإيتا دو إتر إكزومبلير، ولكن نتكلم عن ليدرشيب par définition et par construction. Les leaders, ils m'ont يسبق، ils m'ont هو يقول لنا تبعوني، مش يقول لنا قدموا. يعني تطبيق ما هو موجود، انا ما نمنش بالاصلاحات الكبرى الى اخره، خاصه في غياب رؤيه. انا نقول اللي عندنا توا ان ديسبوزيتيف ليجيسلاتيف ريغلومونتير كي ني با ابليكي ابليكون لو. انا ديما ناخذ مثال، انا في نظري اذا كان يعني تم سماعي في هذا الشان، أحسن وضعية هي أنه الحكومة، رغم اللي راه فما شكون قال باش نعمل الشيء هذا وما تعملش، أنه الحكومة تشد كل المشاريع المعطلة حاليا، خاصة المعطلة في الجهات، وتكون هذه الأولوية القصوى، أي أنه يمشي فريق عمل لكل ولاية وكل معتمدية اللي موجودة طبعا فيها المشاريع هذه، وسيونس تونونت يحل المشاكل وتنطلق، ولا كان فما مشكل إلى آخره، جل المشاكل مع عقارية ولا مشاكل مع ستيج ولا مشاكل مع سونيد ولا مع لوناس إلى آخره، اللي هي تهم الدولة. وبالتالي أنا ما نجمش نفهم من يقول لي المشروع معطل، معطل على شنو المشروع؟ معطل على قرار اللي هو يهم الدولة. وبالتالي لكان يتم التنبه إلى هذا الشيء، عندنا حوالي يعني يمكن فما بين 200 و 250 مشروع معطلين على مستوى الجمهورية، نبدأ بهم.
لازم نبداو بالمشاريع المعطلة قبل كل شيء. لازم الدولة تكون هي المثال، لازم الدولة تكون عندها استراتيجية وتخلي الناس الكل تتبعها، لكن خاصة هالمشاريع المعطلة كان نبداو بيهم هما وكلامه صحيح، نوريو اللي نجموا نحلوا المشاكل، نمشيو جهة جهة نبعثوا ان كونفوا يجم يحل المشكلة هذيك. الخطرية اون جينيرال التعقيدات والمشاكل مربوطين بأجهزة الدولة، بالستيك بالسونات بالعقارات، نحلوا المشاكل هذوما وبعد نتعداو لحاجة أخرى.